من كل الوسائل المتاحه. الكنيسه هو بتلعب دور، الاساتذه والعلماء لعبوا دور، الدبلوماسيه الرسميه تلعب دور، الدبلوماسيه الشعبيه تلعب دور، الخبراء المصريين اللي في اثيوبيا يروحهم، مدير مجال التعاون التجاري والاقتصادي والفني والعلمي، كله يمشي في هذا الاتجاه. انا اعتذر بشده اذا كنت غلطان، ارجو ان يكون في عرض الجوائز متعدد بالقانون ولا تبين انه متعدد فيها بس. لا تكون نفسك فيه غلط. لهذا اقول لا تقصد القانون هو سند كل الحبك الفنيه الهامه المتعلقه بهذا الموضوع. عذرا على الاطاله وشكرا لحسن الفهم. يعني تقول لي انت بتقول لازم احترم القانون ما نستخدمش قوه، ونعرف واحد بلطجي استخدم القوه واخذ ما لا يستحق. لا لا استطيع ان احكي حاجه، لان برضه لازم اولا ايهما ادى ليا وانا جزء من المجتمع دولي